السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا. معكم عقاب بدرني، أخصائي العلاج الوظيفي. اليوم بإذن الله راح نتكلم عن التكنولوجيا المساندة مع الأشخاص من ذوي الإعاقة. إن شاء الله تستفيدوا، وحبيت أشكر المجموعة على استضافتي، وإن شاء الله تكون الإفادة للجميع. وفي نهاية الموضوع راح نفتح وقت للاستفسارات والأسئلة، وإن شاء الله أكون قادر على الإجابة على جميع الأسئلة. شكرا لكم. بداية راح أتكلم بشكل بسيط عن مركز معين. طبعا مركز معين هو تابع لوزارة تنمية المجتمع. فكرته أن احنا بنزود الأشخاص من ذوي الإعاقة بالأجهزة التكنولوجية المساندة. طبعا الأشخاص اللي بيكونوا الأطفال اللي هم تابعين للمراكز في الوزارة. المركز بيزود جميع المراكز في دولة الإمارات، تقريبا 6 مراكز. فكرته أنه هو تزويد أجهزة، تدريب وتطوير وأبحاث وابتكار بما يختص بالتكنولوجيا المساندة. هذه الاستضافة رح نعرض مجموعة من الأجهزة التكنولوجية المساندة وبعض المفاهيم الرئيسية اللي بتحكمنا باتخاذ القرارات الخاصة بالتأهيل وتزويد الأشخاص بالأجهزة التكنولوجية. طبعا أنا كأخصائي علاج وظيفي دخلت هذا المجال من باب أني أنا أسهل العمل وأوفر الجهد والطاقة على الأشخاص وأعدل البيئة للوصول إلى أكبر قدر من الاستقلالية، اللي هو بتماشى معانا احنا كأخصائيين علاج وظيفي من أهدافنا الأساسية. فمن هون الدور انه زمان كانت بس مجرد في الوزارة احنا نزود أجهزة تعويضية فقط، لكن مع تطور التكنولوجيا وظهور عديد من الأجهزة كانت الفكرة انه احنا نصير نستخدم هاي التكنولوجيا مع الأشخاص. بداية بلشنا بالأجهزة المختصة فقط بالتواصل، شوي شوي تطورنا صرنا نشتغل على الأجهزة اللي فيها مثلا accessibility للكمبيوتر، شوي دخلنا بمجال استكمالا انه شوي بندين بلشنا احنا كيف نصمم application معينة تفيد الأطفال. بعدين صار انه احنا نجيب شركات احنا نعطيهم الآراء والأفكار تبعيتنا، بناء عليها يتم تصميم برامج معينة أو أجهزة معينة بناء على احنا شو راغبين. بداية راح أتكلم عن الأجهزة المختصة بالتواصل. فلازم إحنا نكون عارفين شو هي أشكال التواصل، الاحتياجات والرغبات، تبادل المعلومات، التواصل الاجتماعي ووسائل الراحة. بناء على هاي أشكال التواصل إحنا بنحدد شو هو الجهاز المناسب لشخص. فبناء على احتياجات الشخص أنا ممكن أزوده بالجهاز اللي هو بحتاجه. طبعا هلا ممكن يكون شوي الكلام صعب، ان شاء الله لقدام ما نعرض الاجهزه رح يتضح عليكم الامور. لما نيجي احنا بدنا نزود الطفل بجهاز يختص بالتواصل، بنعمل على تقييم الطفل وتحديد نقاط القوه ونقاط الضعف. طبعا اخصائي السمع والنطق بيكون له دور كبير معنا، اللي هو بيحدد لنا قائمه التواصل وبيحدد لنا المصطلحات والرموز اللي ممكن احنا نستخدمها مع الطفل. بشكل عام كمان احنا بيتم تقييم الطفل سواء خلال الأنشطة، خلال وجوده فترة الأكل، خلال فترة الراحة، على أساس احنا نعمل قاموس التواصل اللي هو بفيدنا باختيار الكلمات والصور للجهاز. تقييم فردي، فاحنا لازم نحدد الجوانب البدنية والحسية والمعرفية والحركية للطفل قبل ما احنا نزوده بأي جهاز، سواء كان الجهاز مختص فقط في التواصل أو بالأمور الحركية والإدراكية. لما نزود الطفل بأي جهاز بيختص بالتواصل لازم نعمل له قاموس تواصل كما ذكرنا سابقا. طبعا هو بتضمن جميع مدخلات اللي بيسمعها الطفل أو بيحتاجها، بيكون وصف مكتوب لكل سلوك بيعمل الطفل، كل الرسائل وردود الأفعال الطفل بيستخدمها خلال التواصل مع الشخص. فمثلا ممكن تشوف طفل لما بده مي يحكي ما، ممكن يأشر، بعض الأطفال ممكن يأشر بس بإشارة معينة. فهاي منها ممكن أنت تختار الرمز وتختار الكلمة اللي أنت تسجلها على جهاز التواصل على أساس بعدين الطفل يستخدمه. بشكل عام قاموس التواصل احنا بنعمل على يعني انه تحديث هذا القاموس تقريبا كل فصل دراسي، اللي هو كل 3 أشهر. طبعا تختلف حسب كيف تطور الحالة انك انت تقيم. طبعا بيكون اللي بيعمل على تحديث القاموس اخصائي النطق. اول جهاز راح نستعرض اليوم هو جهاز البيج ماك، جهاز بيتم عليه تسجيل المسجات الصوتية. بنقدر نسجل مسجات لغاية دقيقتين. الجهاز جدا جميل، في
انه حجم الكبس هون كبير، فهو مع الفيرجوال امبيرمنت بيكون كثير حلو. حتى بعض الاحيان احنا بنستخدمه مع تبون الاعاقه الحركيه، انه هو بضغط السويتش من خلال الخد من خلال خده. الجميل كمان بالسويتش انه انا ممكن اربط فيه اي لعبه من خلال السلك، اربط بين اي لعبه معينه، وهو زي السلك مش بس سلك الاوكس اللي يستخدم بالمسجل، على اساس انه انا اعمل طريقه تعزيز وطريقه تواصل. في منه نوعين، بيجي النوع اللي بيكون عادي بس سويتش واحد وبعطيك مسج واحد، في منه نوع ثاني بيجي ثلاث ليفلات، ثلاث مستويات، فبالتالي انا بكون معي لحد ثلاث كلمات. طبعا من الاستخدامات العديدة منه انه الطفل يصير يميز كلمة ويربط بإدراكها في الصورة. بعض الأحيان الإعاقة البصرية نعطيهم انه هو يحفظ القرآن آية آية بنسجل عليها. الفكرة بالأجهزة هاي انه كل معلم أو أخصائي هو حر انه يسوي شو ما بده، يعني هو بترجع لابتكار وإبداع المعلم أو الأخصائي. عندنا جهاز الليتل ماك، بيكون حجمه صغير وممكن ربطه على الحائط وممكن انه على الويلتشير. بيجي معاه غطاء بلاستيكي شفاف، فاحنا ممكن نحط اي صورة عليه، وطبعا بيجي من احنا بنقدر نغير الغطاء باي لون حابينه. نفس الشيء انه بتسجل لحد دقيقتين. ممكن كمان ربط عليه اي لعبة على اساس لو انا بدي ادخل مبدأ التعزيز. ممكن عليه ربط ايضا السويتش الثاني لو انا بدي اعمل مبدأ الدور في الفصل. طبعا في منه النوع الواحد هذا بس بسجل مسج واحد، وفي منه اللي بيجي فيه ثلاث مستويات اني انا اقدر اسجل ثلاث كلمات مختلفة. في اوبشن انه انا بقدر انه لما اسجل الثلاث كلمات المختلفة انه كل ضغطة انا اضغطها هون يعطيني كل كلمة سجلتها، او انه ممكن اعمل كل ضغطة يعطيني كلمات بشكل عشوائي، زي مثلا واحد اثنين ثلاث، او انه واحد ثلاث اثنين واحد ثلاث اثنين، يعني هاي الامور. توك تو طبعا بعتبره من افضل الاجهزة في بدايات التدريب. طبعا زي ما انتم لاحظين بيكون عندي انا هون اثنين سويتش، وبيكون عندي زي ستاند اني انا احط عليه اي كارت. الجهاز جدا جميل في التدريب على المهارات الادراكية للاطفال، مثل كبير صغير اعلى اسفل صح خطأ، المهارات السلوكية في الفصل. نفس الفكرة، في منه بيكون مستوى واحد انه فقط اني انا بقدر اسجل مسجين، في منه بيجي بثلاث مستويات اللي هو انا بقدر اسجل لحد ست كلمات، انه كل مستوى يكون عندي كلمتين مختلفات. مدة التسجيل بتكون دقيقتين لكل زر، فانا ممكن حتى انه زي اعطيهم قصص اجتماعية لاطفال التوحد يكون خلال السويت. جهاز التوكينج بريكس جهاز جميل، بسيط وصغير في حجمه. استخداماته حلوة، زي لو مثلا بدنا نعمل جدول، بتعرفوا كيف أطفال التوحد نعملهم جداول مصورة، فبيكون حلو لو أنت تعمل له جدول مصور وكمان ناطق، فبيكون حلو للأطفال. الجهاز جدا خفيف وإله ماجنتيك إنه هو ممكن نحط على الوايت بورد. ممكن كمان تدريب الأطفال على السلام. هي الجهاز بسيط وصغير، هون في ماجنتيك، وكمان هون في بيكون أماكن إنه أنا ممكن أربط زي ما أنتم شايفين بالصورة، ممكن أربط ثلاث أجهزة مع بعض. تسجيله جدا بسيط، بس إني أنا بضغط على السويتش وبطول، بعدين هون بصير أنا عندي الإضاءة تشتغل على أساس أن هون بعرف إنه أنا دخلت الريكوردينج مود. بسجل المسج، بعدين بشيل ايدي عن السويتش، فهيك بيكون المسج اتسجل. طبعا زي ما انتم شايفين الاجهزه كلها بتيجي باغطيه شفافه على اساس احنا نقدر نحط عليها الصور، نحط داخلها، وبتيجي بالوان مختلفه اما ازرق او احمر او اخضر. حاليا انا بستخدمه في الغرفه العلاجيه على اساس المشاركه مع المعلمات في الاهداف والخطه التربويه، انه لما يدخل الطفل يعطيني السلام عليكم، لما يطلع مع السلامه. طبعا لازم ناخذ نصائح اخصائي النطق، انه ما اخلي الطفل بس يعتمد على الاصوات الطالعه من الاجهزه بعد ما، لكن هو بيكون مجرد تحفيز له انه هو يتكلم، بعدين انا الجهاز يتكلم، بعدين اطلب من الطفل انه يعيد الكلمه. جهاز الكويك توكر افضل جهاز انت ممكن تدرب عليه الطفل كبدايات التدريب.
بيجي بي أنواع وأشكال مختلفة سبعة، اللي هو بيكون عندي أنا أربع صور ثابتة متغير صورة، وهون ثلاث صور ثابتة، أو بيكون عندي 12 أو بيكون عندي 23. الجميل بالجهاز إنه إله حواف، هون بيكون إلها عمق وإله حواف، فبالتالي أنا بقدر أستخدم مجسمات مع الطفل على أساس يميز الصور. بيكون له خمس مستويات، خمس بمستويات، وانت بتصير تسجل على كل مستوى مثلا الكلمات اللي انت حابها. الصوت فيه جدا واضح، لما يكون لما انت تسجل الصوت بطلع معك واضح. كثير انا بستخدمه مثلا تدريب الاطفال على الاعداد او تدريبه على الالوان، انه هو يحط لي مثلا هون بحط احمر اصفر اخضر ازرق، وبحط هون انا مجموعه من الخرز، انه يصير الطفل يوزع الخرز بالنسبه للالوان، وبنفس الوقت هو بيكون معطيني جهاز الجوتو بوكيت. هو نفس الجهاز السابق، لكن انه هو بيختلف بالحجم وممكن الشخص انه يلبسه. كيف حلو لما انت تدمج الاشخاص في العمل. فمثلا احنا عندنا طفل من اعاقه السمع، هلا بطل طفل، سوري، صار شخص بالغ من الاعاقه السمعيه، وهو ما بتكلم وما بسمع. وظفناه عندنا بالريسبشن، فحطينا له كل المعلومات اللي بيحتاجها يعرضها للأشخاص على الريسبشن على الجهاز، وهو كان لابس الجهاز فقط وبتواصل مع المراجعين من خلال الجهاز. بنعرف إنه ممكن مش كل المراجعين يكون عندهم خلفية بلغة الإشارة، فكان هو يستخدم الجهاز. بيجي معه خمس مستويات، ففي ست كلمات معك إنك أنت يستخدم لحد 30 كلمة. راح أحط لكم لينك تشوفوا كيف طريقة تجريب الجهاز كفيديو. جهاز البروكس باد هو عبارة عن جهاز وبيكون معاه مجموعة من الشرائح. هاي الشرائح احنا بنسجل عليها الأصوات، وهاي الشرائح ممكن احنا نلزقها مثلا على أي مجسم احنا حابين نضبط الكلمة، يعني الاسم، بإدراكه مع الطفل. مثال بسيط أنا بستخدمها مع الإعاقة البصرية، مثلا أنه أنا لو بدي أدرب، فنفرض أنه هذا مربع، فأنا بدي أدرب الطفل على أنه المربع، أنه هو يصير تمييزه اللمسي للمربع. أنا بكون مسجل كلمة مربع على 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 المجسم وملزقها فيه، فهو بس الطفل لما يجي يحطه على الجهاز بتكلم كلمة مربع. شوي بس لأنه ماسك التليفون بإيد والكرت بإيد فمش قادر. فمثلا تفاحة، انه بيكون هو مسجل، فانا ممكن احط مجسم التفاحة وهو الطفل يميز. طبعا في طريقتين مثلا للإعاقة الحركية، انه انا ممكن انه هو لازم يلمس الجهاز عشان يطلع الصوت، او ممكن انه يمر من فوقه. فأفرجيكم بس، انا مش ضروري المس، ممكن من مسافة بعيدة تفاحة من غير حتى ما المس الجهاز. طريقة التسجيل بتكون عن خلال هذا المفتاح، بس انه انا المس المفتاح للجهاز بيسمح لي اني اسجل. كمان كتعلية صوت وتوطية صوت وفحص البطارية وفحص الجهاز بشكل عام. حاليا راح نتكلم عن السويتشات بالنسبة للسويتشز بالنسبة للأجهزة. طبعا في انواع مختلفة وعديدة، اللي بحكمنا موضوع الفاين موتور، موضوع الرينج اوف موشن، موضوع التحكم اليدوي لدى الطفل، البنشز، الأمور كلها اللي احنا بنعرفها كعلاج وظيفي. شو مثلا أنا عندي لازم تكرار الحركة اللي لازم يعملها واللي ممنوع عليه، أمور عديدة. يعني ما في سبب، يعني ما في شكل معين يحكمني سوى أنه الجانب الحركي للطفل، وبعض الأحيان بيكون الجانب الإدراكي. في عندنا جهاز السويتش اللي كان ديكورن، اللي هو بيكون عن طريق بس الحساس، بيكون انه بس كيف الطفل يتحسسه من بعيد. المايكرو لايت نفس الشيء، بيكون حجمه صغير بالمليمتر. تريجر سويتش نفس الشيء كمان. الجراسب سويتش، عندنا البيلو سويتش، بيكون عن طريق الرأس اكثر شيء احنا بنحطه بالويل تشير. الريبون سويتش كمان، عندنا السويتش العادي. الميني كاب سويتش بيكون حجمه جدا صغير. الكمبيوتر اكسس اللي عندنا هي شاشة تاتش، وعندنا التوبي، هلا راح اشرح لكم عليها بشكل تفصيلي.
وعندنا الماوسات والكيبورد. رح أتكلم عن الكيبورد بشكل عام. الكيبورد إحنا بيجي عندنا بيكون مع سوفتوير معين إنه حجم الكبسة بيكون كبير، وكل لون هو بيعطيني صفة معينة. مثلا اللون الأزرق هي بتكون مخصصة للأحرف، اللون الأحمر أرقام، اللون البرتقالي بيكون علامات الترقيم، والأخضر بيكون للأزرار اللي فيها فانكشن. طبعا أحيانا من شركة لشركة بيختلف هذا الموضوع، وبكون كمان في حماية للكيبورد. هدول كلهم هلا راح أفرجيكم عنهم تطبيقات. راح نشرح بشكل تفصيلي عن الهيتش اللي هي كمبيوتر سويتش انترفيس. الفكرة انه هو من خلال هذا الجهاز احنا بنقدر نربط اي سويتش خارجي بالكمبيوتر ونعطيه وظيفة محددة. بتعرف احنا ما بنقدر نربط السويتش مباشرة بالكمبيوتر الا من خلال هذا الجهاز. حاليا في بعض الازرار الحديثة اللي هي ممكن تربطها بالكمبيوتر من خلال USB، بس أنا ما فضلتها لأنه هي بس بتحكمني بوظيفة واحدة فقط. أما هنا أنا لما أربطه من خلال الهيتش فأنا ممكن أختار الوظيفة اللي أنا حابها. هاي الصورة أوضح للهيتش كفيديو أنه إحنا من هنا الفتحات اللي بتكون عندنا 5 فتحات بنحط فيها السويتشات. عندنا هنا الكبسة اللي بتتنقل ما بين كل مستوى. فمثلا المستوى الأول إنه بعطيني تحكم بالماوس، المستوى الثاني بالأسهم وكبسة إنتر، المستوى الثالث بيكون بالفانكشن. فهي بس طريقة تحكم، ربط تحكم ما بين الكمبيوتر ما بين السويتشات والكمبيوتر. هنا مثال على سويتش معين، سويتش عادي. طبعا هذا الغطاء فيه منه السويتشات دائما بيكون 3 ألوان. طبعا الهولدرات أي هولدر عادي أنتم ممكن تعملوه. إحنا حاليا في مركز معين بنطبع هاي الهولدرات بالطابعات ثلاثية الأبعاد على أساس ما يكون في إشي يتحكم فينا. طبعا سلك السويتش بيكون بهذا الصورة نفس الأوكس، وأنا مثلا بدي أتحكم بالوظيفة، فمثلا بدي أختار أنت مثلا بختار المستوى الأخير مع بحطه عند السويتش الخامس، فهيك أنا بعطي السويتش وظيفة الانتر. طبعا الهيتش بنشبك بالكمبيوتر من خلال زي شاحن السامسونج واليو اس بي مباشرة. طبعا عندنا بمركز معين بتوفر العديد من البرامج اللي هي بصير تدريب الطفل قبل أن أعطي السويتشات للطفل إنه هو يستخدمها على الكمبيوتر. عندنا برامج ألعاب عبارة عن ألعاب إنه هي كيف تصير أنت تدرب الطفل على استخدام السويتش بالطريقة الصحيحة. هلا مثلا أنا السويتش هون معطي أمر إنتر، فمثلا لما أضغط إنه عشان أصيد السمكة. هلا احنا نفس الوقت هاي البرامج بنستخدمها للتدريب على السويتشات او التدريب على الماوس، لكن كمان نستخدمها مع اطفال التوحد بمبدا الفعل ورد الفعل بناء على الدراسات اللي تمت كيف موضوع الفعل ورد الفعل عند اطفال التوحد، ونربطها بالموجات الدماغيه وحركه العين. عندنا جهاز توبي اللي هو من خلاله احنا بنتحكم بالكمبيوتر كامل من خلال حركة العين فقط. قديما طبعا كان يجي بلت ان بالجهاز، حاليا صار انه مانيوال انت تشبكه على اي لابتوب حب او اي جهاز. ما بعرف اذا مبين عليكم الاضاءة الحمراء هنا وفي هنا اللي هي بتصير تقرأ حركة العين، ومن خلاله بتصير تعطي الامر للجهاز انه يتحرك الماوس. أنا مش ماخذ الوضعية مظبوط عشان يتحرك، حاليا أنا بحرك الماوس فقط بعيني. الفكرة إنه هو بقرأ هاي الموجات التحت حمراء، بتقرأ بتعرف البؤبؤ بس بيكون ظاهر نقطة حمراء عشان الشبكية من ورا، فالموجات الحمراء التحت حمراء هون بتقرأها العدسات الثنتين وبتطلعلنا إياهم. بفرجيكم إياها بصورة ثانية. حاليا شايفين، انا مش عارف اوضح، بس على اساس اوضح لكم كيف انا بعمل التراكنج لعيني. هي غمضت عين اثنتين مع بعض، فهي انا عيني قاعد بتحرك فيهم، هو كيف عم بتتبع البؤبؤ تبع عيني. فعلى اساس يكون لكم اوضح. طبعا من خلاله انت بتتحكم بجميع وظائف الكمبيوتر زي ما انت حاب. كيف موضوع الانتر والامور هاي، انت من خلال هذا البرنامج اللي انا فاتحه بالخلفيه بتصير تتحكم هل انه بدك تعمل انتر من خلال غمزة، انه لو هو غمز انه يدخل انتر، او انه من خلال انه هو يثبت على نقطة معينة خلال ثواني.
مبدأ الثواني، الغمزة، كم كل هذا التأخير أو كذا بالثواني أنت بتقدر تتحكم فيه من السيستم على أساس أنه يتحكم كامل. في ممكن هون أفرجيكم أوبشن صغير، هون ممكن أنت كمان تحدد هل هو بدك رايت كليك ليفت، كل الأمور أنت ممكن تتحكمها من خلال البرنامج. طبعا زي ما ذكرت سابقا بالنسبة للسويتشات احنا عندنا برامج تدريبية بنستخدم كمان هاي البرامج مع جهاز توبي. انا اي طفل لسه بعد صغير ما رح اخليه يستخدم تتبع العين او السويتشات بشكل مباشر لانه رح يكون صعب عليه، فاحنا بنستخدم بعض البرمجيات اللي هي العاب معينة للاطفال اللي هي من خلالها بصير يتم تدريبه. طبعا هي مجموعة من الالعاب وانت بتختارها، بصير تدريب الطفل على انه الاستخدام، فهو من خلال اللعبة انت بتصير تدرب الطفل كيف انه هو يستهدف نقطة معينة، على اساس بعدين لو انت عطيت له التحكم بالوظائف الجهاز من خلال النظر يكون عنده هاي الامور. طبعا هاي الالعاب كمان انا بحب اذكر انه احنا كمان نستخدمها مع اطفال التوحد. في دراسة طلعت من جامعة زايد هون عنا بالامارات ما بين حركة العين والموجات الدماغية، طبعا هو تطبيق لدراسة عالمية، كانت كثير تفيدنا بزيادة الانتباه والتركيز وضبط الأطفال التوحد أو أطفال الـ ADHD مثلا، أحيانا اللي عندهم اندفاعية وهاي الأمور كلها. عندنا اللي في هاند هي عبارة عن كف إلكتروني، الكف أنت بتقدر تعطي لكل مكان أو نقطة فيه حرف معين على أساس أنك أنت تحول جزء من الكيبورد أنه يصير يتحكم فيه بالكف. طبعا أنت بتتحكم بالأزرار والأحرف اللي حابها من خلال برنامج على اللابتوب. عندنا هذا هو الكف الإلكتروني، عندنا هذول الحساسات، كل واحد أنت عندك برنامج على الكمبيوتر تقدر تعطيه وظيفة معينة، ويصير إن طبعا لأنه الكف صغير علي طبعا برتبط بالكمبيوتر من خلال USB وبتصير أنت تعطي وظيفة الكيبورد للكف. طبعا احنا عملنا على برنامج معين، هو الكف فقط كان مبدأ انه انت تغطي نسبة من الكيبورد، احنا اشتغلنا على برنامج كيف انه احنا نربط هذا الكف باجهزة المنزل، فانا كمان بقدر اتحكم باجهزة المنزل من خلال الكف. كمان انا نسيت اذكرها بالنسبة لتبعت العين، كمان احنا قدرنا انه نسوي يتحكم بالمنزل كامل من خلال حركة العين. بحط لكم بإنستغرامي فيديوهات بتشرح هاي الأمور. جهاز البيم هو زي جهاز موسيقي، أنا راح أفرجيكم إياه. إنه هون البيمز جهاز موسيقي، هون بيكون في ليزر والجهة المقابل بيكون في حساسات، فباطن هو عبارة عن خط ليزر. الطفل لما يقطع هذا الخطين بس بحركة الإيد بهاي الحركة فبصير انه هو يصدر موسيقى حسب انت شو حاطها. الفكرة من الجهاز هي لأطفال التوحد الفعل ورد الفعل. هلا انا بستخدمها عندي مع الاطفال لما بدي اشتغل range of motion، اغلبهم بحبوش يشتغلوا معي، فانا بحط له اللعبة هون فبجبر انه هو يعمل reaching للعبة، فلما يسمع الموسيقى هو بصير يتفاعل وبصير يلعب وبصير بده يجي يعمل reaching، يعني بصير اشتغل من هذا المبدأ. فاحنا زي ما حكيت لكم انه فكرة الأجهزة بترجع للمعلم هو كيف حاب. عندنا كمان جهاز الميوزك بوكس، له مسميات أخرى طبعا، هون كل جهاز بيرتبط من خلال برنامج على الكمبيوتر، ممكن تحول أي آلة موسيقية إنه الطفل يصير يتحكم فيها من خلال الضغط على السويتشات. طبعا هو الأغلب بيكون للإعاقة الحركية، فمثلا انت بعد ما يغير الجهاز بصير انه هو النوتات تكون على السويتشات الموجودة هون. بيكون في برنامج على اللابتوب بعطيه النوتات بشكل ألوان، فبطلع له اللون الأخضر انه لازم يضغط اللون الأخضر البرتقالي. الحلو انك انت ممكن تستخدمه بأهدافك انه هو الإدراك البصري والتتبع البصري وهاي الأمور. طبعا كمان هذا السويتش سواء لو ضغط هيك أو ضغط قوي، مبدأ الحساسية انت من خلال السوفتوير تقدر تتحكم بحساسية الضغطة. من البرامج اللي تم تصميمها برنامج تواصل، فكرة البرنامج اللي هو الأطفال التوحد على أساس يصير تدريب من قبل الأهل أو المعلمة على التواصل اللغوي. طبعا اختيارات الصور والكلام
وحتى صوت الكلام، وإذا كان بده مستوى من كلمة واحدة أو جمل أو كلمتين، كله أنت بتقدر ولي الأمر بيقدر يتحكم فيه. كان فكرته أنه أول برنامج تواصل باللغة العربية، أنت عارفين يعني كل البرامج باللغة الإنجليزية، فهذا كان أول واحد باللغة العربية. اختيار الأصوات والكلمات والصور كان بناء على دراسة تمت في للمراكز على الطلبة، يعني في مراكز وزارة تنمية المجتمع. البرنامج الثانية عندنا برنامج نمو. فكرة البرنامج اللي هو نعمل مسح للأطفال، بتعرفوا مثلا تقييم الـ ACQ هو نفس الفكرة، لكن هذا مقنن على الأطفال والبيئة الإماراتية أو الخليجية يعني العربية بشكل عام. الفكرة أنك أنت بتعمل بعطيك المجالات، وأنت طبعا في اللغتين العربية والإنجليزية، في المجالات، وهي كل مجال عبارة عن مجموعة من الأسئلة، وللأمر بيجاوب الأسئلة بالنهاية بناء على الأسئلة بيطلع له هون، يعني زي هيك بيطلع له مثلا ضوء الأحمر الأصفر أو هذا اللون أو الأخضر حسب كل واحد شو عنده مشكلة. لا سمح الله لو كان عنده مشكلة محتاجة إنه هو يشوف أخصائي، فبعطيه أقرب مركز منه. عندنا برنامج إكسبو إن، فكرته هو للمعارض والمؤتمرات، إحنا بنحاول إنه نعممه لكن لسه بعده. فمثلا كان آخر مؤتمر هو مؤتمر سايتمي بالشارقة، كان فكرته انه بس الاعاقه البصريه بوجهه لجهه بس بمسكه، يعني بضغط هنا ضغطتين، فهو وين حسب بيكون واقف بعطيه مثلا هو شو اسم الستاند ومكانه. الفكره الثانيه كمان كانت انه مثلا لو اشر على بوتل المي راح يحكي له انه بوتل ووتر بوتل او واتيفر، يعني حسب على هو شو بيسوي. طبعا تقريبا كان بالجاليري تبع الكلمات 2 مليون كلمه. كان انه لما انت تقرب للمجسم، يعني تقرب على اي غرض او تبعد، بصير يعطيك حساس حسب انت قريب منه او لا. طبعا احنا حاليا هلا هو مش شغال لانه المعرض خلص، لانه في موافقات من قبل باوقات وهيك امور. فالمعرض فرصة ثانية، وكان في مؤتمر اعرض لكم كيف استخدام التطبيق. هو المشكلة حاليا ما في مؤتمر. هذا بشكل عام، هذا اللي بتذكره صراحة حاليا. بكلمكم عن أمور أخرى. صح الكيبورد، بتأفرجيكم مثال على الكيبورد. هذا الكيبورد بيكون معدل، زي ما أنتم شايفين بيكون له هاي القطعة البلاستيكية، هي قطعة حماية، وكمان بتساعد الطفل إنه مثلا لو حدا عنده رجة أو أتاكسيا أو إشي، على أساس إنه لما يضغط بالنقطة الصحيحة. في انه هنا نوع من انواع الماوسات، طبعا الماوسات في انواع مختلفه بتكون حسب الحاله. في عندنا هذا النوع، ممكن انه عن طريق اليد عن طريق الكوع حسب الطفل. وهون كيف الهولدر بالنسبه للسويتش، انت بتعدله ممكن تحطه على المتجر. هون السويتش حجمه كبير، هذا عندنا احنا طفل لو كان موجود كان صورت لكم كيف انه هو بيستخدمه، من خلال انه يضرب السويتش بخده ويلعب اللعبه على الكمبيوتر. حاليا عم نستخدم الروبوت ساندبوت بمواصفاته من غير اي اضافات منه، اللي هو انه نعمل التقييم عن بعد الاطفال التوحد او الاطفال بشكل عام. بتعرفوا اغلب الاطفال بيحبوا يتفاعلوا مع الروبوت اكثر منه. الروبوت فيه حساسات وفيه كاميرات، ثلاث كاميرات، وفيه انه احنا نبعث المشاعر من خلال انه تغيير العينين وهاي الامور، فالطفل كان بيتفاعل معنا كثير. احنا عم نصمم برنامج على الروبوت لتزويد الطفل بالمهارات الادراكيه زي تمييز الوان واشكال، لانه كمان هو بيوفر لنا من خلال العدسات هون انه يتعرف على وجه الطفل، وكمان يبعث الاجابات. انه انا كالطفل لما يوقف قدامه يصير يتحرك اي حركه، الروبوت بتفاعل معه بانه يجاوب على الجواب، او انه ممكن بحركه الايد